يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، محبة الوالدين والذل لهما هل هي متفرعة عن محبة الله ورسوله؟ هذه محبة طبيعية، ما لا يعني ما تعلق بمحبة الله ورسوله، هذه محبة طبيعية جعلها الله في النفوس. نعم، ويدافعها إما الشفقة كمحبة الوالد لولده، الشفقة والرحمة كمحبة الوالد لولده، أو دافعها الاحترام والإجلال كمحبة الولد لوالده، أو دافعها الصداقة والمخالطة كمحبة الصديق والرفيق. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو دافعها الشهوة كمحبة الزوج لزوجته، محبة الإنسان للطعام، أي دافعها الشهوة. نعم.